الدكتور محمد الباز هيقدم برنامج ديني. الدكتور محمد الباز هيقدم برنامج عن الفكر الديني. بمجرد الإعلان عن الخبر ظهر الجدل وجدل في اتجاهات كتيرة مختلفة. يعني صحيح. صحيح. رصدت ازاي الجدل الأول وبعدين نتكلم على التجربة نفسها؟ هقول لك على حاجة. في ناس بتبقى حابة ان هي تصنفك يعني. فاحنا في الفترة الأخيرة وبحكم الممارسة الإعلامية، انت يعني انت عارف احنا قريبين من بعض جدا في هذه المساحة، يعني انت واخد موقف الدولة المصرية بكل الأشكال، يعني اللي هو في مساحة كده انت حتى ممكن يبقى ليك ملاحظات، يبقى ليك حاجات، لكن انت بلد متعرضة لكل اللي متعرضة له ده من بره ومن جوه، فما فيش فيها هزار انك تبقى وقت. فبعض الناس بيجي بيجردك مما تمتلكه من دراسة وثقافة ويجي يحسبك مثلا يقول لك ايه اصل، وحتى ده نوع من الجدل اللي بعض الناس كلموا، قال لك اصل هو راجل بتاع سياسه وموقفه من النظام معروف، يعني هو يقول لك ايه حتى يعني يقولها ويصمت، يقول لك وموقفه من النظام معروف، فكانه انه ده كده بقى عيب. لا هو بس هو السكته بتاعته دي يعني يوحي بيها. ففي ناس يعني خصومك السياسيين فيبداوا يجردوك مما تمتلكه او مما لديك، انه لدرجه في ناس كتير مثلا يبني هجومه انه هو ايه، فيشكك في انه لا هو اصل هو معوش دكتوراه، هو دكتور في ايه اصلا؟ فحتى واخد بالك، هي حتى انت عارف انه دي عبقريه. لا والله عبقريه جدا. فالفكره فده ايه الجدل بادئ يدخل انه هو ايه علاقته بالموضوع، او هو يعني عامل برنامج يفسر القران. ده البرنامج ده يعني ممكن يبقى ده الصدمه الاولى، يعني لانه في فيما يخصين انا يعني عندي مشروع اخر مش هينفع اعلن عنه طبعا عشان ما اثرش على البرنامج. لكن الجدل زي ما بقول لك انه الناس حتى كمان بتستبق الاحداث، يعني احنا لسه ما اعلناش عن التفاصيل بالظبط، ما اعرفش ممكن نعلن دلوقتي في برنامجك برضو ولا نعمل ايه. مفيش مشكله، لان هو برنامج مش انا اللي بفسر القران، ده اول معلومه يعني الناس لازم تعرفها. ولكن احنا معانا واحد من يعني فقهاء العصر الحقيقه، يعني انا ابشر به من خلالك ومن خلال البرنامج، هو الدكتور محمد سالم ابو عاصي. ده استاذ التفسير في جامعه الازهر وعميد كليه الدراسات العليا السابق في جامعه الازهر، يعني انت بتتكلم حتى علميا ومرجعيه الازهر الشريف، مرجعيه الازهر الشريف، وهو واحد من الاساتذه المرموقين في جامعه الازهر، يعني طيب إيه له مكان. ايه تعد بيه المستمع علشان يشوف البرنامج ده، ايه اللي هيضيفه ليه؟ ايه اللي هيبقى مختلف؟ البرنامج اسمه ابواب القران نحو تفسير جديد. اللي انا بوعد بيه الناس انه يعني انا ادعي يعني انه هذا البرنامج هو اول برنامج كامل في صلب الدعوه لتجديد الفكر الديني بشكل متكامل، لانه انت عارف في خلاف على مساله تجديد الخطاب الديني. انت عارف ان الخطاب هو عبارة عن الكلام الذي يعبر عن المعنى بالزبط. جملة الخطاب فهنا المعنى نفسه هو الفكر. فالخطاب فالقصة هنا مش خطاب قد ما هي قصة فكر نفسه. الخطاب هنا هو المتن الديني اللي هو القرآن والسنة. ما حاش بيجي يجدد القرآن ولا يجدد السنة الصحيحة، ولكن هو التجديد للفكر، لأنه الفكر ده هو المنتج من تفاعل الباحثين والفقهاء والدارسين مع هذا النص الديني، فبيطلع فكر. فالفكر ده ما ينفعش انا ابقى في هنا في 2024 مثلا ومقيد بافكار انتجت منذ قرون، لانه هذه الافكار تتناسب مع عصرها وتقدر تحل مشاكل عصرها. اللي البرنامج بيعمله اللي هو بالفعل في تفسير، يعني في ايات كتيره جدا بنتعرض لها وفيها تفسير فيما يتعلق بالقضايا الاساسيه لمساحتنا، يعني في مساله الميراث مثلا، في مساله الجهاد، الجماعات الدينيه والتضليل اللي هي بتعمله. في فكره، يعني انا في سؤال في الحلقه بس مش هنحرقه، يعني صادم جدا للناس، بس لما هتلاقي تسمع هتلاقي انه في حاجات كتيرة جدا تم تغييبها عننا فيما يتعلق بالقرآن وبالسنة وبالدين، تم تغييبها عمدا، واللي هي بتخلي انه الدين متصالح مع المجتمع بشكل اكبر.
وانه ما يخليش الجماعات دي تعمل اللي تعمله بالدين، لانه انا شايف انه جماعات الاخوان والجماعات اللي هي مسميه نفسها الاسلاميه يعني هي اللي وجهت اكبر اهانه للدين، اكبر طبعا. اهانه للاسلام طبعا. اكبر اهانه للقران، القران اهين على ايد الاخوان المسلمين لان هم وظفوه واستخدموه الى وسيله نفعيه لتحقيق اهداف. البرنامج قايم على ايه؟ انك بتبحث عما يسميه الدكتور سالم ابو عاصي التفسير المصلحي، بمعنى انه احنا عندنا جمله في البرنامج بيقول ان كل تفسير لا يراعي مصالح الناس فهو مرفوض، لانه انت لازم وانت بتحط، كان الشيخ المراغي وده برضو اتعرضنا ليه يقول ايه؟ اتوني بما ينفع الناس اتيكم عليه بدليل من القران. فالاصل هو مصلحه الناس صح. ولذلك لما تسأل يعني ليه ان انت نجيب لك مصلحة الناس وقلب المنافع مقدم، فنلاقي لها آية قالك لانه ربنا ما نزلش القرآن الا عشان مصلحة الناس، فطبيعي لو في حاجة فيها مصلحة للناس هتلاقيها موجودة في القرآن، دور عليها هتلاقيها. فهو ده المنهج اللي احنا شغالين بيه. بتتكلم في المرأة، يعني انا هقولك مثلا على حاجة من الحاجات اللي هو بيسلط الضوء عليها كويس. انت مثلا مرجعية الناس في آية في القرآن صح يقول لك ايه؟ وليس الذكر كالأنثى، مش كده؟ ففي ناس كتيرة مستندة انه يقول لك يا اخي ربنا قال ليس الذكر كالأنثى، انت هتعارض ربنا؟ فاحنا فاتحين قضية انه في كلام كتير في القرآن هو ليس احكام الله، بمعنى انه هذا التعبير ورد على لسان يعني والدة سيدة مريم لما أنجبتها وكانت يعني نظرها للخدمة في المعبد يعني، وبعدين بتقول ربنا، بتقول هي اللي بتقول ربنا زي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. زي ما حديث عزيز مصر في سورة سيدنا يوسف إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم، فالناس يقول لك يا أخي ده ربنا قال على الستات إن كيد كنا عظيم كويس، وهذا كلام عزيز بيقوله. طيب هو فدي قضية مهمة جدا احنا مثلا طرحينها، انه ايه في القرآن مش من كلام ربنا او مش من احكام ربنا. فالجملة دي قالت ايه؟ اني وضعتها انثى وليس ذكر كالانثى، فاذا هذا ليس حكم الهي وليس توصيف لحالة، لا ده كلام اتقال. وفي هنا يعني داخلين في هذه المساحات اللي هي ايه، اعتقد انه مساحات جديدة على يبقى الجدل في محله يا دكتور. لا ما هو يعني لا احنا نتمنى، انا بس احنا كشفنا كده بعض يعني معظم المعلومات، وكويس اننا بنعلن، عملنا كده في الشاهد برضو، اعلننا تفاصيل من هنا. طيب.